اكتر حاجه بكرهها في حياتي هي المقارنات العبثيه، وانك تقعد تقارن ما بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر حاليا، فده معناه انك بتقرر تعمل مقارنه عبثيه ملهاش اي علاقه باي حاجه خالص، ولا سيما بقى انك تحط كارلوس كروش قدام جمال بالماضي. دي مقارنه انا بعتقد ان هي واحده من اكتر المقارنات الظالمه في العالم كله. لو حبيت تقارن الجزائر ومدرب الجزائر السيد جمال بالماضي، فحط قدامه هيدخل زوتشي المدير الفني للمنتخب المغربي، لان ده عنده عناصر محترفه في اوروبا كتير، وده عنده عناصر محترفه في اوروبا كتير. في مقارنه لو اتفرجت على السكواد بتاع منتخب مصر، لو شيلنا محمد صلاح احنا سكواد ملط وفرقه ملط، شيل محمد صلاح من الفرقه هتلاقي ان الفرقه ملط. ومع ذلك في ناس كتيره بتحاول تلبس كارلوس كروش الفساد والفشل اللي موجود في مصر بقاله 10 سنين. طب كارلوس كروش ذنبه ايه؟ انتوا اساسا لما رحتوا حكيتوا مع كارلوس كروش كنتوا جايبين مدرب بروفايل ايه؟ يعني معلش، يعني الجزائر ليه راحت جابت جمال بالماضي؟ مدرب الجمهور كان عايزه، كان شايف ان هو ده اللي هيرجع الروح والحماس للفرقه، وقد كان. والراجل قدر ان هو يرجع الروح والحماس للفرقه وعمل فرقه مميزه بسم الله ما شاء الله. انما احنا بقى رحنا نجيب مدير فني بناء على ايه؟ احنا رحنا نجيب مدير فني ليه؟ احنا حاجه من الاثنين، هتروح تجيب مدير فني عنده خطه مستقبليه يقدر ينهض لك بقاعده الناشئين وينهض لك يعمل لك فرقه بعد 5-6 سنين، ودي اسمها خطه طويله الامد. يا تروح تجيب مدير فني الراجل على طول على السخان ويلا اعمل لنا فرقه مره واحده كده هنعدي، وده ما هو في المرحله الحاليه بتاعتنا احنا كمنتخب مصر صعب انك تعمله. ليه؟ لان انت ما عندكش عناصر، انت ما عندكش عناصر مميزه في الدوري المصري. الدوري المصري بيثبت دايما فشله في الماتشات الكبيره اللي بتجمع منتخب مصر مع منتخبات افريقيه منافسه. بنلاقي ان اللعيبه اللي بيلعلعوا في الدوري المصري هم عبارة عن اشباح جوه الملعب. فاحنا الحمد لله رب العالمين عندنا مشكلة في الدوري المصري. طب عندك محترفين؟ والله ما عندناش غير ابو صلاح بس، لا اكتر ولا اقل. تريزيجيه راجل جه عنده صليبي وبقاله سنة ما بيلعبش، واول ما لعب له ماتش مع استون فيلا رجعناه تاني عشان خاطر ما عندناش غيره. مصطفى محمد ماشي على سطر وبيسيب سطر. فانت بتتكلم في ايه؟ انت بتقارن فريق زي ده بفريق عنده قاعدة محترفين عالية وعنده قاعدة لعيبة في الدوري مميزة، واللعيبة اللي في الدوري دول بدأوا ان هم يحترفوا من خلال الدوري بتاعهم؟ انت بتقارن في ايه؟ انا عارف ان المقارنه دي هدفها انك تلم مشاهدات، بس انت برضو بتحاول تلبس كروش الفشل اللي انت ما قدرتش تلبسه للناس التانية. يعني انت مثلا عارف كويس جدا ان الكره في مصر بقت عباره عن سبوبه، وبقت عارف ان موضوع قطاعات الناشئين ما بقتش مستني منها لعيب مميز، لان الموضوع كله بقى اللي بيدفع هو اللي بيلعب. فده معناه ان قاعده الناشئين متدمره، والقاعده اللي فوق اللي فيها اللعيبه الكبار بتاع الدوري الممتاز قاعده سيئه لا تنم على ان في مدير فني هيعرف ينجح. ليه بقى؟ لان الدوري المصري الجميل بتاعنا عنده مشكلة اساسية في باك شمال وباك يمين. اه والله بجد الدوري المصري كله مش لاقيين فيه باك يمين يوحد الله. حتى الباك اليمين اللي بيلعب حاليا في منتخب مصر اكرم توفيق ده اساسا بيلعب ديفندر. اه والله بجد يعني. طب الدوري المصري عنتك عنه مهاجم؟ والله احنا ضامنين محمد شريف ومروان حمدي، اللي مروان حمدي مصر كلها معترض عليه، ومحمد شريف اللي اساسا كان بيلعب جناح. فده معناه ان دوريك الجميل مش عارف يطلع لك نواقص، مش عارف كملك 11 لعيب مميز. 11 بجد مش عارفين نكمل 11 لعيب من الدوري بتاعنا، ومع ذلك تيجي تقول لي ايه تزريع جلس جروش ده في عدم معنيه وفي عدم احترافيه لمنتخب كبير زي منتخب مصر. منتخب كان كبير مش كبير، يعني بتفرق معاك. كان كبير لما كان في جيل كان عنده موهبه، وكان في جيل كان عنده روح وحماس مع شويه توفيق، قدر ان هو يسد قدام المحترفين الجزائريين والمحترفين المغاربه، قدر ان هو يسد، وكانت ماشيه بضاعه الوالدين، كانت ماشيه بضاع الوالدين في ماتشات الكاميرون وماتشات كوتيفوار، والحمد لله كانت بترزق وكنا بنكسب. انما احنا دلوقتي عندنا جيل فيه موهوبين قليلين، روح وحماس مش موجودين، اكل عيش كتير، سوشيال ميديا اكتر. فاحنا بنتكلم في ايه؟ لما تقعد تعمل مقارنه زي دي فانت راجل ظالم. ليه بقى؟ لان مثلا البنيه التحتيه للمنتخب الجزائري كان فيها محترفين كتير وكان فيها لعيبه مميزين كتير، بس كان عندهم موضوع الروح والحماس ده كان قليل، فدوروا على واحد عنده روح وحماس وعنده انجازات وعنده طريقه لعب هجوميه. انما انت لما رحت جبت كارلوس كروش، حد قال لك انك هتجيب بيب جوارديولا؟ لا مؤاخذه، كارلوس كروش تاريخه كله قايم على ان هو بيلعب كره دفاعيه، فلما تجيبه انت وتكتشف ان هو بيلعب كره دفاعيه ده معناه انك في البلاله. يعني انت كنت جايب مدير فني اكتشفت انه بيدافع، الله عامل زي الاهلي في فتره من الفترات كنا بنشتري لعيب ان هو يطلع ديفندر، فكان بيطلع ان هو بيلعب مركز 8 صانع العاب، اللي هو كان في ضحك كتير والضحك ده لسه مستمر. بس المشكله دلوقتي ان في ناس كتير بدات تحاول تلبس فشل المنظومه كلها للمدرب الاجنبي. ليه بقى؟ ما اجنبي مش هيفهم حاجه. طب حسام البدري ما كانش بيلعب ماتشات علشان خاطر عارف خامه اللعيبه كويس قوي، وما كانش بيرضوا يلعب وديات من غير محمد صلاح علشان عارف برضو خامه اللعيبه كويس قوي. كان في دكر فيكو كان بيقدر يتكلم معاه؟ ولا كان في اي حد، مع انكم كنتوا عارفين البر وطاه، بس ما كانش اي حد يقدر يتكلم. ليه بقى لما كارلوس كروش جه كل واحد بدا يطلع من جحره؟ عشان خاطر راجل اجنبي لازم يلبس كل الفشل بتاعنا، لازم يلبس.
في فرق بين تصريح بتاع مدير فني كسبان البطوله هو جمال بالماضي ان هو مفترض واحد بطل هيروح يدافع على بطولته لازم يتكلم ويقول ان احنا جايين نحاول نحافظ على البطوله. ليه؟ لان ده عقليه الفايز. انما انت كمنتخب مصر انت طالع على ملعبك وسط جمهورك من فرقه كانت طالعه لك تالت، يعني معناها ان انت متشلوح ومفروض من كارلوس كوليش ان هو يطلع يقول ايه انا رايح اخد افريقيا يا ولاد النصابه يا. والمشكله كمان ان في ناس بتقعد تصدق يا جماعه، اما بالعقل والمنطق ربنا عارفه بالعقل، احنا دلوقتي رايحين ايه هدفنا والتارجت بتاعنا؟ ان احنا نعدي الدور الثاني من الاخر كده، احنا مش رايحين ناخد بطوله. واللي يقول لك ان احنا رايحين ناخد بطوله على الله حكايته خالص. حتى المنتخب التونسي نفسه مشاركنا نفس القصه، لما سالوا ابو الخرزي انتوا عندكم ايه المميز في المنتخب التونسي؟ قال لهم الجمعيه بتاعتنا، مصر عندها صلاح والجزائر عندها محرز واحنا على الله حكايتنا. بقى لما تيجي تتكلم على مقارنه تلم بيها مشاهدات، اعمل مقارنه ما بين المغرب والجزائر، وانا اقول لك هتلم مشاهدات كتير جدا، وهتلم خناقات تحت في الكومنتات عندك كتير جدا، بس وقتها لو راجل اعرف اختار طرف تعرض له وطرف تاني تدوس عليه، هتتنفخ. هتتنفخ. ولما نتكلم على امنيات منتخب مصر نتكلم عليها بالعقل وبالمنطق، مش نتكلم عليها ان احنا عايزين نلبس حد ونطلعه فاشل وعايزين نقول ان في حد مميز. ليه بقى؟ لانك لما بتقارن بين واحد فاشل قوي وبين واحد نجح قوي بتلاقي ان الكفه بتاعتك رايحه على الراجل نجح قوي ده، فبتقعد تطبله طول الوقت. فانت عايز تطبل بالماضي منتخب الجزائر براحتك، اعمل اللي انت عايزه، بس ما تجيش تدوس على كارلوس كروش وتلبسه فاشل المنظومه اللي عندك بقاله 15 سنه او 10 سنين وزياده. فهمنا ولا لسه ما فهمناش؟ اتمنى ان الناس تكون فهمت بالعقل كده وبالمنطق. ولو عجبهم الفيديو يعملوا لايك او سبسكرايب. او عايز اقول لكم حاجه اخيره، مثلا لما منتخب المغربي استبعد حكيم زياش نجم تشيلسي واستبعده، حد حس بالفرق؟ لا. ليه؟ لانهم عندهم قاعده من محترفين كبيره، مش هحس بالفرق. انما احنا بقى ارجع اقول لك تاني وتالت غراب، شيل صلاح من القائمه بتاعتنا واتفرج على منتخب مصر هتقعد تضحك اكتر ولا اقل. اتمنى الرساله تكون وصلت والمقصد من الفيديو يكون وصل. والنبي يا جماعه.